استاذ جمال الدين تخيسي مدير المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، مرحبا. في شمن سياق كتندرج هذا النشاط ديال اليوم اللي يسميه بسوق الفن؟ سوق الفن هي تظاهره من التظاهرات اللي هي مبرمجه من طرف المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ودار الوان، و الان غادي توقع اتفاقيه بين دار الوان والمعهد العالي، وهذا يندرج في اطار الاهتمام ديال المعهد اولا بالتعامل مع جميع الدول الشقيقه والصديقه بالتعاون في ميدان التكوين والبحث كفرنسا. كاين اتفاقيات تمتد على 3 سنوات والهيئة العربية للمسرح، والآن هذا انفتاح عن المجتمع المدني المغربي والاهتمام به لكي يكون اتصال ديال الطلبة ديالنا مع الواقع ديالهم اليومي والواقع اليومي المعاش لتمكينهم من خوض الممارسة لا الفنية ولا من ناحية لا ميدياسيون ولا من ناحية السينوغرافية، خوض الحياة ديالهم المهنية بطريقة سلسة وسهلة. وهذه من بين الخطوات اللي كتمنحهم هاد الطريق وتسهل لهم هاد الطريق. استاذ، شنو اللي ممكن تقول على الدور اللي ممكن يلعبوا الفن للشباب اليوم؟ الفن ماشي غير للشباب اليوم، الفن دائما كان يلعب دور اولا طلائعي. الفن هو الا كان ممكن ان نقولها بالفرنسيه سي ان بريكورسور، هو او الاول اللي كي يشم او يلقى لي كورون تيارات قبل ما تكون دي فينومين، قبل ما تولي دي موفمون، وهو اللي كيعرف شنو واقع في المجتمع ديالو. والفن يمكنه ان يقوم بشتى الاعمال، ومن بينها اولا ليفي دو ليماجيناسيون ديال الناس، وحثهم على لا توليرونس، على التسامح، وعلى قبول الاخر كيف ما كان، كيف ما كان الدين ديالو، كيف ما كانت العقائد ديالو، كيف ما كان الفكر ديالو، وكيعطي كيوسع الفكر ديال البنادم، وكي يمكنه باش انه يتعامل مع جميع لي فينومين وجميع لي كورون بطريقه تقريبا حياديه، ويكون عنده موقف ماشي موقف عدواني ولكن موقف ديال النقاش وموقف ديال التسامح.